أهلا بكم في المناظرة اليومية. تزداد المطالبات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة والتي تطلب فرض السيادة الإسرائيلية على مدينة الخليل. مساعي سياسية تأتي في خضم محاولات اليمين في إسرائيل الضغط للحصول على ميزانيات جديدة للمستوطنين والاستيطان في هذه المدينة. وبين هذا وذاك استمرار المناكفات بين الفلسطينيين والمستوطنين هناك في مدينة لطالما شهدت صراعا بين الطرفين. حول ذلك ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد مردخاي كدار الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي. مرحبا بك معنا. وأيضا دكتور أحمد غنيم القيادي في حركة فتح، مرحبا بك. أبدأ معك سيد مردخاي، كيف يمكن قراءة هذه المطالبات الإسرائيلية في محاولة فرض السيادة الإسرائيلية على هذه المدينة؟ هذا ليس بجديد، كانت هناك أصوات منذ 67 لبسط السيادة الإسرائيلية ليس فقط على الخليل بل على ما يسمى بالضفة الغربية، ولا هو يهودا سماريا، وهو يعني سرير الولادة للشعب اليهودي منذ 3000 عام عندما كان الآخرون يعني بدوا في البادية. ولذلك هذه المطالبة يعني من عمد طويل. هناك امرأتين نادية مطار واخرى يهوديه كاتسوفر، وهما يعني تقودان منظمه تريد بسط السياده الاسرائيليه على جميع انحاء الضفه الغربيه، ولهن ما لهن وعليهن ما عليهن، وهناك من يؤيدهن هناك من لا. نعم دكتور احمد، انتقل اليك، كيف يمكن قراءه هذا الشق من النواحي الفلسطينيه في اطار ما يجري في الضفه الغربيه بشكل عام وفي مدينه الخليل بالتحديد في شكل خاص؟ اولا اثبت حقيقتين تاريخيتين وحقيقه سياسيه. الحقيقه السياسيه، الخليل جزء من الضفه الغربيه، مدينه محتله وفق كل القوانين الدوليه والشرعيه الدوليه، لا كل القرارات الدوليه جازمه وحاسمه في هذا المجال، وكل ما يدعي الاسرائيليين ليس له اي اساس شرعي او قانوني. من الناحيه التاريخيه، محاوله ربط الخليل باليهوديه بالتاريخ فقط، هي محاوله يعني مخالفه لكل المواثيق اللي لها علاقه بالتاريخ. عمر المدينه اكبر كثير من عمر سيدنا ابراهيم واقدم منه، حتى يعني الحديث عن الرعاه انها كانت مدينه عندما كان الاخرين رعاه، التوراه بتحكي عن اليهود انهم كانوا رعاه. سيدنا يوسف لما خبر فرعون قال له أتوا جماعتي، قل له أنه أتى جماعتي أهلي من كنعان وهم أصحاب وهم رعاة وأصحاب مواشي، وأتوا بأبقارهم ومواشيهم إلى مصر. البداوة ليست عار وليست مسبة، بداوة بداية الحياة الإنسانية. على كل حال هذا الربط محاولة لشطب سنوات يعني آلاف السنين من عمر فلسطين وعمر المدن الفلسطينية اللي هي أقدم من التوراة نفسها. هذا مرتخي يعني طالما تحدث الإسرائيلي بأحقية تاريخية أيضا في الخليل. يا أخي هذا استهتار بعقول الناس. حتى الاسم، اسم الخليل، خليل يعني صاحب وصديق. من أين جاءت؟ من خفرون. خفرون الاسم اليهودي، خفرون بمعنى خفير، خفير هذا الصديق. يعني اسم الاسم الخليل هو نابع من الـ من الـ من الـ من اللغه اليهوديه، يعني من اللغه العبريه. خفير خفرون اصبح خليل، هذا هو شيء ترجمه لكلمه خفير وهو صديق، صديق حميم، اصبح خليل بالعربيه. هذا ترجمه بسيطه، وكل من له كثره عقل في مخه يفهم هذا التطور التاريخي لاسم الخليل. شوف اسم الخليل موثق في الكتاب المقدس اليهودي. الملك داود كان قد ملك لمدة 7 سنين من الخليل وانتقل إلى يروشلايم وحولها وملك منها 33 عام إضافي. بمعنى خفرون كانت يعني الخليل كانت يعني المدينة الأولى التي حكم منها حاكم يهودي الملك داود على منطقة يهودا. بمعنى وسع المملكة إلى السامرة أيضا، بمعنى اليوم نابلس ومحيط نابلس، نقل العاصمة إلى يروشلايم، هي أقرب يعني في وسط الضفة الغربية. وهذا هو يعني التاريخ الموثق والمجمع عليه علميا في جميع أنحاء العالم، في كل من ياخذ العلم على محمل الجد، ولا يمكن لاحد ان ينكر الربط اللغوي بين خفرون
نعم. والخليل. نعم تفضل دكتور. أنا أحترم رأيه وكونه رأيه مرتبط ب يعني بعقيدته، هذا أمر يعني الإنسان يجب أن إذا اختلف معه أن يحترمه، يعني على الأقل أنا أختلف معه وأرفض أن هذه الرواية لها علاقة بالتاريخ ولكنها مرتبطة بالعقيدة اليهودية، ولا يستطيع أن يخلع ثوبه ولا أن يغادر روايته هاي، ولكن هذه الرواية ليس لها علاقة بالعلم نهائيا، علشان أقول لك يعني العلم، والعلم يعني مش بس اللي حكوه العلماء الآثار في العالم، اللي حكاه علماء الآثار الإسرائيليين فلانكشتاين زئيب هيرتسوغ، علماء يعني حقيقيين يدرسوا في الجامعات الإسرائيلية، علماء يعني رفضوا أن يضعوا يعني شهاداتهم العلمية في رواية ليست صحيحة وليست علمية ولا ليس لها علاقة بالتاريخ. اللغة العبرية جزء من اللغات السامية تاعت المنطقة، ولكنها لغة فقيرة يعني على فكرة، ليست كاللغة العربية، لغة فقيرة يعني، هاي اللغة فقيرة حتى لما عادوا تطويرها بعد ما قاموا دولة إسرائيل وعادوا تطوير اللغة، احتاجوا أن يتكئوا على عدة لغات أجنبية حتى يصنعوا لغة تشكل مصدر للثقافة ومصدر لتكوين جديد لدولة. لغة كان في 600-700 كلمة باقي منها في كل هذا في مكونات هذا، احتاجوا يقولوا أوبوزاتسيا جابوا من أوبوزيت، واحتاجوا نورماليزاتسيا يجيبوا من 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 نورمال، واحتاجوا الإيديش واحتاجوا الألماني واحتاجوا الإنجليزي حتى يكون اللغة، هذه اللغة اللي بتحدث عنها حافير من عبري هي من لغة المنطقة من اللغة السامية، يعني هو إذا سرق العبارة موجودة في العربية. العبارة موجودة في العربية، سيدة عربية نص اللغة العبرية من العربية، 300 كلمة من 600 كلمة الأصلية عربية في اللغة العبرية، وإثبات على أن الرواية مهزوزة تاريخيا، فيها كل المعطيات مهزوزة تاريخيا. يعني أنت عندما مثلا على سبيل من أين يمكن لك أن تستدل على صحة رواية أو عدم صحتها؟ من الآثار والتاريخ، لا يوجد في الآثار شيء ولا في التاريخ. أوغاريت وتل العمارني شو قالوا عن ربطوا كينيون، كاثلين كينيون عندما تحدث عنه قالت في قبيلة في المنطقة في رسالة من عامل فرعون في هذه المنطقة عبد هيبة أو عبد خيبة، بعت للرسول قال له بعت له 50 جندي لأنه في قبائل هبير وعاملين لي مشاكل في هذه المنطقة. هذه العبارة اللي واردة عن كل الوجود اللي بتسمى العبرانيين وغير العبرانيين اللي ربطوهم في الأقوام هاي، وكانوا مجموعة عصابات يعني بيهاجموا المدن ومرتزقة بيشتغلوا عن جيوش آخرين. وعن إشي أكثر لما نحكى عن أصباط بني إسرائيل في أوغاريت، زامنت أوغاريت مملكة ماري، زامنت مملكة أوغاريت في نصوص ماري، في النصوص 102 النص 142 في أوغاريت في اللي مأخوذ من نص مملكة ماري، حكى عن البنيامينيين اللي حكى عنهم صب بنيامين اللي هم أحد أصباط إسرائيل 15 قبل الميلاد، قبل خروج اليهود من مصر بآلاف السنين. هل يمكن هاي الرواية هم استندوا لروايات تاريخية وعندما صغوها صغت التوراة بطريقة يعني تعاملت مع الزمن وكأنه اليوم وكأنه مبارح، خربطة في الزمن ونوع من التعامل غير الدقيق، لا بالتسلسل الزمني ولا بالتسلسل الجغرافي، ولا يوجد في الأمم الكبيرة الحثيين الحوريين الأمم الكبيرة اللي زمنت هذا أي نص يتعلق باليهودية أو باليهود أو لهذا. على سبيل المثال فتح أريحة، الحديث عن فتح أريحة وكأنها مدينة ملأة بالحصون وملأة بالكذا وأنه فيها حصون وفيها وكذا، وهي عبارة يعني لم يكن لا الكنعانيين عندهم إمكانيات، كانوا عماليك ولكن لم يكن عندهم إمكانيات لا الحصون وغير حصون اللي بنحكى عنها، هذا أثبتوا طبعا العلماء الإسرائيليين وعلماء الأثار، ما كانوا يعني ينتظر مسؤول عنهم الدولة الفرعونية في مصر ويأخذوا منها ما يمكن أن يعملوا فيه يعني قليلا من الحكم. كل إذا بدي أحكي لك عن نصوص حتى كلمة جبل الهيكل بكل على حبرون وحفير وصديق، حتى جبل الهيكل المدعى، جبل الهيكل من نفس العبارة نفس القصة 15 بالقرن الخامس عشر قبل الميلاد قبل اليهودي بآلاف السنين كانت آلهة حصون ماري وأوغاريت يتحدى عن الإله ديغون، والإله ديغون مين ينحكى أنه في بيت الإله في جبل الإله، نفس العبارات أخذت من التاريخ وضعت في سياق وزمن آخر. هذا حديث علماء الأثار وأنت تتحدث عن روايتك، أنت لا تستطيع أن تخرج عن ثوبك، أنت مشكلتك هذا الرواية مكلوبة، مشكلتك أنك باحث
باحث غير حيادي، لا تستطيع ان تكون حيادي ولا تتكلم عن حقائق الناس. يعني مش قادر انا، يمكن لكل كل ما قلته، كل ما قلته نعم. علماء الاثار وعلماء التاريخ يعرفون ان كل ما قلته هو حقيقي. رد لك الخطا، هو حقيقي. الحديث الحديث الاسلامي يتكلم عن بيت المقدس، مدينة القدس، يعني بيت المقدس، لا ليس القدس، القدس هذا اسم جديد. بيت المقدس هذا شو هذا؟ هذا تحريف لبيت المقدس اليهودية، يعني انتقل إلى العربية، ليس من العربية إلى اليهودية، هذا أولا. ثانيا يافا هي السماع العربي لكلمة يافو الموجودة في الكتاب المقدس اليهودي. الريحة هذه يريخو. سخنين في 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 الشمال موجودة في 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 التلمود، يعني كمدينة يهودية. صفوريا يعني هذا سيبوري الماتي علامة، يعلم من القرن الأول قبل أن جاء الإسلام إلى هذه الأرض. هناك مئات من الأماكن في إسرائيل، وعين أنا أشكر العرب الذين قدموا كقبائل إلى هذه الأرض ويحتلوها في القرن السابع تحت راية عمر بن الخطاب، يحتفظوا بالأسماء. والتاريخ علي أن يشكر يشكر لهؤلاء البدو الذين في الغزوات الفتوحات. استنى شوي، الذي غزوا هذه البلاد في الفتوحات والغزوات ويحتفظوا بالأسماء الحقيقية أكلوا لهذه الأماكن، كما يافا وريحة وبئر السبع. شو السبع هذا؟ بئر شبع التي المذكورة في الكتاب المقدس، في بداية الكتاب المقدس. إبراهيم كان يسكن هناك مع زوجته هاجر التي يعني اعتنقوها كأم أم إسماعيل. إسماعيل هذا إسماعيل الموجود. يعني كل هذه الأسماء انتقلت إلى المصادر العربية، إلى القرآن وإلى الحديث وإلى اللغة الدارجة من العبرية. لم تكن العبرية سبقت بألاف السنين القبائل العربية التي اجتاحت هذه العادة. شوف، ولكن هذا يعني عادة في جميع الشرق الأوسط. العراقيين يدعون بأنهم أحفاد البابليين، السوريون يدعون بأنهم أحفاد الأشوريون الذين كانوا قبل العرب، اللبنانيون هم أصبحوا أحفاد الفينيكيون، وكان هناك يعني علاقة. والمصريون اليوم الذين يعني هم أحفاد البدو الذي جاءوا في القرن السابع يدعون بأنهم أحفاد الفراعنة. نعم. هؤلاء الذين يعني لا يبالون بالإسلام. يعني هذه يعني سرقة التاريخ، سرقة الأرض كما سرقوها في القرن السابع. هل تنكر ذلك؟ طبعاً. الغزوات والفتوحات حتى اليوم اسم لتلك الغزوات، الغزوات والفتوحات. شو معنى الغزوات والفتوحات؟ أنتم جئتم من بادية العرب وأنتم عرب، من جزيرة العرب، واستيلوتم كل هذه المنطقة واحتفظتم بالأسماء. هذا التاريخ علي أن يشكر القبائل العربية أنا احتفظت بالأسماء كدليل للتاريخ اليهودي والبابلي والسومري والأشوري والفينيكي لهذا المكان بعد أن استولى العرب على هذا المنطقة. هذا هو يعني تاريخ هذه المنطقة باختصار. نعم، تفضل دكتور احمد. ازيك التحقيق؟ هل نناقشك نقاش هذا حتى يفهم الجمهور ان كل ما تقوله مغالطات، يعني بدون هناك غزوات وفتوحات، بدون انفعال. شوف انت يعني تتكئ على ان اسماء المدن هاي وردت في التوراة، فهذا يعطيها حق انها مدن يهودية. التوراة نفسها اخذت هذه الاسماء من مصادرها التاريخية القديمة. وانا جبت لك مثل، انت ما اردت انك يعني تنتبه على هذا المثل. صبت بني يمين امتى بدا الحديث عنه؟ الاسباط امتى بدا الحديث عنهم؟ واليمين، بني يمين اليمينيين موجودين 15 قبل الميلاد في 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 مملكة ماري، موجودين وكانوا محاربين وكانوا ايش منفى؟ 7000 عام قبلكم، 7000 عام قبل اليهوديه، 7000 عام قبل اليهوديه. هذا الحكي انت لا تعرف متى كانت مملكه ماري، تعرفش امتى كانت اوغريت، امتى كانت اوغريت، اسمع كان يعني امتى اوغريت. اللوح 142، اللوح 142. انا بحكي لك عن اثار، انت بتحكي لي عن خراريف، انا بحكي عن اثار. اللوح 142 في اوغريت حكى عن هذا الصبت اليمينيين اللي سميتوه صبت انتم البنيامين، وهم بنيامين كانوا قوم محاربين موجودين في مملكه ماري. انتم اتكأتوا على اسماء موجوده تاريخيا ووضعت في هذه التوراه الاف السنين قبل وجود هذه التوراه، هذه الاسماء كانت موجوده، اخذت من
ما كنا انتم اللي سميتوها، انتم ما سميتوها، كانت هاي موجوده قبلها. هذا ليس خطا، هذا حتى حتى ابراهيم الاشرم الوحيدين ابراهيم الاشرم الذي جاء من الحبشه يعني ما له اشرم ما له يعني اهدى اوكي. الاثار الوحيده، الاثار الوحيده خلينا نقول لك اديني غيرها، الاثار الوحيده تل العمارني مظبوط اوكي، اوغريت مخطوطات اوغريت صحيح اوكي مخطوطات اوكي، مكتبه كامد اللوز تاعت لبنان، اثار كامد اللوز تاعت لبنان هي الاثار الوحيده، هاي الثلاث اثار الوحيده اللي ذكر فيها تاريخ هذه المنطقه بنصوص، وذكر فيها عن 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 قبائل الهبيرو الخبيرو العبيرو اللي هي الحرف، لانه المسماري ما فيش فيه حرف الـ 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 الغين، بيستخدموا البي واحيانا البي محل الياء في الحروف المسماريه. انا بحكي علم، انت بتحكي خراريف، انت باحث لا تريد ان تخرج من ثوبك العقائدي. انا عندما تهتز روايتي العقائديه براجع حالي وبحكيش، بوقف لبين ما ادرس واتعلم واشوف الحقيقه اين هي. هذه هاي في الخبير في تل العمارنه ورد في الرساله الخامسه تاعت عبد خيبه للفرعون، بكله بعث لي 50 جندي يساعدوني لان قبائل الهبيرو هذول بمعنى العبريين واللي اجت نعم العبريين اللي انت بتحكي عنهم هذول العصابات اجدادي، هذول اجدادك العصابات، عصابات صغيره كانت ليست امي وليست عرق. اسال انا بدا من شخص اسال كنيون ابراهيم، اسال كنيون كاثرين كنيون شو وصفتهم وشو حكت عنهم وشو حكى عنهم علماء الأثر. والنص الثاني اللي هو في أوغريت، النص الثاني في أوغريت شو حكت أوغريت عن هاي هاي النص الثاني وكامد اللوز تاعت لبنان. ثلاث نصوص وردت، كل هذه النصوص اتكأت على انه في قبيلة ليست عرق، مش عرق، قبيلة. هقول لك هاي القبيلة، هقول لك القبيلة هاي، هقول لك القبيلة لمين تنتمي، لمين تنتمي هاي القبيلة. منيح لك تعترف بهذه المسألة لأنها حقيقة تاريخية، لمين كانت تنتمي؟ هاي جزء منهم حوريين. لا أنا أنتمي، أقول لك ليش حوريين وأنتم منتمون. أنا أقول لك للقحطانيين وللآخرين اللي كانوا في الجنوب، في الجنوب نعم نحن ننتمي للقحطانيين، أنا أنتمي للكنعانيين. أنت بدك كل المنطقة الأمم الكبرى في هذه المنطقة أن لا يدعي العراقيين أنهم جزء من البابليين، بينما أنتم خبيرة وهبيرة الاثنين هذول بدك تكون أبو المنطقة اللي كانوا قبيلة صغيرة وزنها في التاريخ ليس بوزن الأمم الكبرى، بدك تخليهم يورثوا المنطقة. ومش من حق العراقيين يقولوا نحن أحفاد البابليين، مش من حق المصريين يقولوا نحن أحفاد الفرعونيين، مش من حق هذا يقولوا نحن هذه أمم كبرى كانت موجودة في هذه المنطقة ولا زال امتدادها في المنطقة ونحن نفتخر قبل أن نختل أن أحفاد السبات العرب نعم في الغزوات والفتوحات اللي سرق الأسماء وحطها في التوراة بعد سنوات كثيرة وواضحة يعني المغالطات. هقول لك ارجع لكتاب زيف هرتسوغ اللي حكى عن المغالطة التاريخية. زيف هرتسوغ وجد واحد، هناك مئات من المؤرخين الآخرين وما له في الكشتاري كويس، هناك مئات من المؤرخين الآخرين. أسمي لك الآن عشرة، سمي لي واحد أنكر هاي الرواية، سمي لي أنا بسمي لك عشر علماء آثار أثبتوا أن هذه الحقائق غير موجودة والمصادر الثلاثة لم تحدث عنها بشيء، وأديني عالم آثار واحد يعتد به قال أن الرواية التوراتية رواية صحيحة. عالم آثار واحد أعطيني اسم واحد. أنا بديك آرثر كوستلر اللي حكى عن جمهورية الخزر، بديك زيف هرتسل، بديك شلومو ساند، فلانكشتاين، زيف هرتسل. مين بعدك؟ طرد من الجامعة، حسيت طرد من الجامعة لأنه حكى رأي علمي. هذه جامعة كان يحكي الحز عملات وكأنها علم. شوف هناك اسم أبراهام، أبراهام إسرائيل شوف رفضوا، شوف تكلمت ما يكفي. هناك اسم أبراهام يعني إبراهيم موجود في الحبشة، موجود في الشمال أيضا، يعني هذا كان اسم دارج قبل أن جاء إبراهيم على عيد المسلمين الذين جاءوا إلى هذا في كان السابع آلاف السنين بعد الآخرين. وأنتم استولئتم على كل هذه المنطقة وحولتم كل شيء إلى دول إسلامية. شو هذا الحكي؟ طب نقاش تاريخي كان لابد منه، ولكن لنعود إلى النقاش السياسي. هو يتكئ على رواية توراة بابل، عرفت كيف؟ وهي يعني أنا يعني شو توراة بابل؟ حتى لا أنكر التوراة، لأنكر التوراة اتكأت على قصص تاريخية. وعندما أعيد كتابة بعد سنوات طويلة، يعني عندما ضاعت التوراة وأعيد كتابتها في بابل في العراق، كتبها عزرا يعني مجموعة من الكتاب لليوم بكتبوا توراة لليوم.
عزرا غير الخط بس. غير الخط بس غير الخط من خط يهودي قديم كتب إلى خط جديد هذه التوراة ودخلت قصص صار في يعني إزاحات في الزمن وإزاحات في الجغرافيا لم يكن اللي كتبوها لم يكونوا لا خبراء تاريخ ولا خبراء جغرافيا وكانوا يسمعوا بحواديت قصص أبلغ قصة اللي فضحت تماما عن سبط بنيامين في 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 نصوص ماري دولة ماري المزامنة لأوغاريت إنه هذا كان موجود قبل 15 قبل 7500 سنة طيب. من اليهودية نعم. الأسماء كانت دارجة مثل أبراهام إذا الأسماء كانت دارجة إذا حبرون دارجة الأسماء كانت دارجة وليست اختراعا يهوديا طيب بعيدا عن النقاش التاريخي الذي كان بالفعل لابد منه ولكن لنعود إلى النقاش السياسي في هذه القضية إذا ما أرادت إسرائيل أو هناك أطراف في إسرائيل تريد فرض السيادة الإسرائيلية على مدينة الخليل ما الذي سيبقى للحل بالنسبة لحل الدولة أو حل الدولتين بالنسبة لحل الدولتين بالأساس للطرف الفلسطيني شوف لا حل إلا حل الإمارات للمشكلة الإسرائيلية الفلسطينية إمارة في الخليل العربية وأنا لا أريد دمها يعني كبالي عشائر الخليل الكواسمي ناتشي جابري وهكذا نعم. إمارة في الأريحة لعركات إمارة في رام الله لبغوثي وابو عين والطويل واماره في نابلس لمصري وتوكان وشقعه واماره اخرى في طول كرم للكرمي واخرى في كركليا واخرى في جنين اسرائيل عليها ان تحتفظ الى الابد بالمناطق الريفيه وتعطي الريفيين المواطنه الاسرائيليه مثل الجليل وهذا الحل الوحيد الذي يمكن تطبيقه على الارض الواقع لان دوله فلسطينيه ستنهي حياتها مثل سوريا والعراق وكل هذه الدول المشكلة من الكثير من العشائر التي لم تدمج إلى مجموعة واحدة نعم. وهم ليس هناك حالات زيجات إلا كل الكليلة بين الخليل ونابلس ناهيك عن غزة من شوف كيف النظر إلى غزة من غملة أوكي لا نعم لا لا أريد أتكلم عن ذلك تعلم السبب ولذلك شوف الدول الحديثة هنا في الشرق الأوسط لم تحدث شعوب ليس هناك شعب سوري لا ليس عراقي وليس يمني وليس ليبي هذا كبائل بس شوف وأنا أنا عملت وتروحت الدكتوراه عني عن السوري كم كيف النظام السوري نظام الأسد الأب والبن والابن يحاولون يعني غرس الوعي بأن هناك يعني شعب سوري إذا كان هناك شعب سوري لما كانوا يحاربون الواحد البعض الآخر كما يحاربون في السنوات الأخيرة لما يقتلون بالجملة كما يحدث في سوريا وفي العراق وفي ليبيا كل هذه الدول فشلة في الاستيكان في القلوب واستبدال الولاءات التقليدية للكبيلة والمجموعة الإثنية يعني كردية وعربية وهكذا أو المجموعة الدينية مسلم المسيحي يزيدي علوي درزي كل هذه المجموعات والمجموعة الطائفية شيعة سنة وهكذا فشلت هذه الدول بخلق شعوب والسكان بقوا يعني كبائل وعشائر وأديان وأتياف وكل هذه الأشياء وهذا سبب فشل هذه الدول الدول الوحيدة الناجحة في الشرق الأوسط هي إمارات الخليج لأنها مبنية على كبيلة واحدة كبيلة آل صباح في الكويت كبيلة آل ثاني في قطر كبيلة في أبو دابي وهذا هو الحل الوحيد المشكلة الفلسطينية لأن إذا خلقنا دولة من كل هذه القبائل تنهي حياتها كسوريا وكالعراق وكليبيا الحل الوحيد هو حل الإمارات في مدن الضفة الغربية نعم لديك التعقيب دكتور أحمد في هذه القضية يعني وبسؤال آخر دكتور أحمد نعم لديك التعقيب وسؤال آخر لماذا تعتقد بأن الجانب الإسرائيلي إلى جانب اهتمام موضوع القدس يتجه دائما لموضوع الخليل وشاهدنا هذه التصريحات المتكررة بمحاولات فرض السيادة الإسرائيلية والمطالبة بفرض السيادة الإسرائيلية على الخليل ولك التعقيب أيضا شوف أنا دائما عندما أتحدث مع رجل أكاديمي يعني بوقف باحترام لشهادته وسنوات العلم اللي درس فيها ولكن هذا الاستخفاف اللي بدر منه فيما يتعلق كيف ينظر للآخر أي مستمع سيستخف فيما يقول هو لا يرى الآخر كشعب أي آخر لا يرى كشعب وهي معروفة ليش
يعني مفهومه هو لم يستطيع لا يستطيع ان يغادر مش بس ايديولوجيته، السيكولوجيا اللي بتقوم على الجيتو الذي يرى شعب الله المختار، وانا مش عارف ليش الله يكون عنده شعب مختار وبقيه الخلق يعني غير مختارين، يعني ما لهم خطا، ما لهم اي قيمه. انا ما قطعتك لذلك هو يستخف بالاخر ايا كان الاخر، السوريين ليس شعوب، العراقيين ليس شعوب، في الشعوب في الشعب الا هم، يعني ما هذا الاستهتار هذا الاستخفاف، يعني اربأ انه يصدر عن اكاديمي، لو صدر عن رجل شارع بقول يعني الايديولوجيا بتشد وبتعمي، يعني واللي بحول الدين لايديولوجيا انا الخطا بنعمي ببطل يشوف. احنا لا بدنا اماره لدار العراقات ولا بدنا اماره لعائله فلان ولا عائله علتان، نحن اصحاب حق ونحن شعب له تاريخ على هذه الارض وتاريخه يمتد له جذور الى علاقه في الاركيولوجيا في الاثار. لماذا العرب لم يوطوكم دوله؟ هو لا يستطيع ان يفرق بين علم الاجتماع وعلم السياسه، وقال ابن خلدون علمني، ارجع اقرأ ابن خلدون منيح الفرق. نعم علم الاجتماع كثير اقوى من علم السياسه، علم الاجتماع يعني تركب حوله كل العلوم الاخرى، الاقوى منه فقط علم الجغرافيا لانه ثابت على 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 الارض. المنظومه العربيه تقوم، المنظومه العربيه للانسان العربي تقوم على الانتماء العشائري والانتماء القبائلي، وهذا لكن هذا لا يمنع هذه الشعوب من ان تكون وحده قوميه ووحده شعبيه واحده ووحده قوميه. بما يتعلق بالخليل وبالقدس، الاسرائيليين القدس والخليل مهددات، لماذا الاردن لم تحاول القبض السياده على ذلك؟ نحن الباحث في مصر، شكرا جزيلا لك دكتور احمد المعطي التحرك الفتح. بهذا مشاهدي الكرام وصلنا الى ختام المناظره اليوميه، نشكر لكم حسن المشاهده والى اللقاء.